قال المادة الثانية الثانية والخمسون: إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر مثل، بأقل من مهر مثل صح العقد. وللولي إذا كان عصبة، وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج، حق الاعتراض على الزوج. نعيد فنكرر، ذكرنا في أكثر في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أن العصب من هو؟ هو من يأخذ كل المال، هو من يأخذ كل المال إذا انفرد، إذا انفرد ويأخذ الباقي، ويأخذ الباقي مع وجود صاحب فرض أو مع وجود ذي سهم، هذا هو العصبة. فإذا كان الولي عصبة حق الاعتراض على الزوج، يحق له أن يعترض على الزوج إذا كان الولي عصبة. إذن إذا كان عصبة حق وللولي إذا كان عصبة حق الاعتراض على الزوج حتى يتم مهر المثل إن رضي أو يفسخ الحاكم النكاح. وإذا تزوجت بغير كفء، الآن بغير كفء لها بلا رضا وليها العاصب صراحة قبل العقد، قبل العقد لم يرضى الولي العاصب صراحة، لم يرضى بهذا الزواج، فالنكاح غير جائز أصلا، العقد غير صحيح فاسد، لأنها تزوجت بغير كفء. ولا ينفع رضا الولي بعد العقد، يعني الولي قبل العقد، الولي قبل العقد لم يرضى بالعقد فذهبت وتزوجت بغير الكفء ودخل الزوج بزوجته، بعد العقد وضع الأب الولي العصابة تحت الأمر الواقع فرضي، هذا الرضا غير معتبر، يبقى العقد غير صحيح، يبقى العقد غير صحيح، واضح؟ وإذا لم يكن لها ولي عاصب، هذه مسألة ثالثة الآن، وإذا لم يكن لها ولي عاصب وزوجت نفسها من غير كفء، يعني كان لها أم مثلا، أمه، أو كان لها ولي، كان لها ولي عاصب ورضي بزواجها بغير الكفء فالنكاح صحيح. إذن لم يكن لها ولي عاصب فزوجت نفسها بغير الكفء، النكاح صحيح. لها ولي عاصب ورضي بالعقد بالزوج عفوا قبل العقد، قبل العقد رضي بالزوج غير الكفء صح العقد كذلك. قال الشارح: وإن زوجت نفسها بكفء، هذه مسألة الآن، هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى الآن، هذه المادة الثانية والخمسون ذكرت لنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: وإن زوجت نفسها بكفء ولكن المهر أقل من مهر المثل، فإن كان لها ولي عاصب ورضي بذلك قبل العقد أو بعده صح نافذا لازما أيضا كما في الصورة الأولى. إذن هو زوجت نفسها بكفء بمهر أقل من مهر مثلها، لأن المهر في الابتداء حق الولي والمرأة وقد أسقط كل منهما حقه فلا اعتراض عليه. وإن لم يرضى بذلك، لم يرضى الولي بالمهر، هو يريد أن يكمل الزوج المهر، صح العقد نافذا. ما يعني نافذا؟ يعني الوطء الحاصل فيه جائز وليس ممنوعا وليس حراما، صح العقد نافذا غير لازم، يعني قابل للفسخ، قابل للفسخ، إذ له للولي العصبة الاعتراض على الزوج قائلا له: إما أن تتم لها مهر المثل وإما أن أرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد، فإن تمم الزوج المهر فبها ونعمة، ولا كلام في المسألة، فقد تم العقد صار لازما، صار صحيحا نافذا لازما. وإلا إن رفض أن يتمم المهر فللولي العصبة الأمر الثاني، أن يرفع الأمر إلى القاضي
أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد. قال وهو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد، وهذا عند سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال الصاحبان، وقال الصاحبان ليس له ذلك، يعني ليس له إذا كان الزوج كفآن وزوجت نفسها بأقل من مهر المثل، ليس للولي العصبة أن يرفع الأمر للقاضي. ليه؟ قال لأن ما زاد على العشرة، الأقل المهر ما هو 10 دراهم، فما زاد على العشرة حقها، حق البنت، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه، كما إذا أبرأته من المهر بعد التسمية. هل يملك الولي العصبة أن يعترض؟ لا يملك. فلا اعتراض عليها بالاتفاق، فلا اعتراض عليها بالاتفاق متى؟ إن أبرأت زوجها من المهر بعد التسمية. فكذلك هنا إن عقدت بأقل من مهر المثل ينبغي أن لا يكون له للولي العصبة حق الاعتراض. هكذا يقول الصاحبان. ولسيد أبي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويعيرون بنقصها، وهذا واقع أحبابنا، هذا السائد في جميع الأعراف، فأشبه الكفاءة، فأشبه المهر الكفاءة، كما يعير أولياء البنت بغير الكفء يعيرون بالمهر الذي هو أقل من مهر المثل، بل هو أولى منها. ليه؟ قال لأن ضرر المهر أشد من ضرر عدم الكفاءة. كيف؟ قال لأنه عند تقادم العهد يعتبر مهر قبيلتها بمهرها، يصبح مهرها يعني مقياس لزواج غيرها من البنات. فإذا كانت هي مهر مثيلاتها 1000، زوجت نفسها 500 بعد 10 سنوات، يصبح مهر من حولها 500، فتكون قد أساءت بهذا الفعل إلى نظيراتها، إلى غيرها من النساء، من نساء قبيلتها وعشيرتها وأهلها، فيرجع الضرر إلى القبيلة كلها. فكان لهم لأولياء البنت دفع هذا الضرر بخلاف الإبراء بعد التسمية. بالعكس، ربما يتفاخر الناس بالإبراء، تقول زوجي كان مهري أنا مثلا 100,000 ولكنني أبرأته من هذه 100، فتفتخر بذلك. وإن كان بعض النسوة يعني يرفضون أن تبرئ الواحدة منهن زوجها، وإن طلب منها ذلك تقول لهم تسوف 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 إلى أن يعني تأخذ منه ما تريد. على كل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وحاصله أن في المهر حقوقا 3، أحدهما، تأملتم أحبتي دليل سيد أبي حنيفة، دليل نافذ، دليل يعتمد على بصيرة وعلى نور، وهذا لا يتأتى إلا لمن نعت بأنه الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحاصله أن في المهر حقوقا 3، أحدهما حق الشرع، وهو أن لا يكون حق الشرع في المهر، أن لا يكون المهر يعني أقل من 10 دراهم أو ما يساويها من الذهب مثلا، أو من الثياب أو الطعام. والثاني حق الأولياء، وهو أن لا يكون المهر أيضا أقل من مهر المثل. والثالث حق المرأة، وهو كون المهر ملكا لها. ثم حق الشرع والأولياء مراعا وقت الثبوت فقط، وقت ثبوت المهر، فلا حق لهما حالة البقاء، فبعدما يصير المهر بيدها لها أن تفعل به ما شاءت. قال وإذا كان لها ولي غير عاصب، ليس عاصبا، أو لم يكن لها ولي أصلا،
صح العقد نافذا لازما أيضا، زوجت نفسها ولها ولي ولكن غير عصبة أو ليس لها ولي وهي بكر عفوا بالغة بكرا كانت أو ثيبا، صح العقد نافذا لازما أيضا، لأنه إذا لم يكن لها ولي فالمهر حقها، فلها أن تسقط منه ما شاءت، وإن كان لها ولي غير عاصب فلا يلحقه عار بنقصان. الكلام زوجت نفسها بالكفء بمهر بأقل من مهر المثل، بأقل من مهر المثل. وإن كان لها ولي غير عاصب فلا يلحقه عار بنقصان المهر، فلا يثبت له حق الاعتراض. الآن المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي فيما إذا زوجت نفسها بغير كفء بلا رضا ولي. قالوا إن زوجت نفسها بغير كفء ولو كان المهر أكثر من مهر المثل، كان مؤذن الظهر بس لكن المساجد البعيدة المساجد الهنرة ما أذنت خير. قال ولكن المهر وإن زوجت نفسها بغير كفء ولو كان المهر أكثر من مهر المثل، فإن لم يكن لها ولي أصلا أو كان لها ولي غير عصبة صح العقد بلا اعتراض أحد عليه، لأنه عند عدم الولي تكون الكفاءة حقها فقط طبعا، وقد أسقطتها أسقطت فيها حقها فتسقط، والولي غير العاصب لا يلحقه العار بتزويجها بغير الكفء مثل ما يلحق العاصبة، فلا حق له في الكفاءة. وإن كان لها ولي عاصب وزوجت نفسها الآن بغير كفء ولها ولي عاصب، فإن رضي قبل العقد بتزويجها بغير كفء صح أيضا، لأن الكفاءة حقهما حق العاصب والبنت، وقد أسقط كل منهما حقه فيسقط. وإن لم يرضى قبل العقد قال لا آذن لك أن تزوجي نفسك بغير كفء أبدا، وراحت ذهبت فزوجت نفسها بغير الكفء فلا يصح الزواج أصلا. قال لها أنا لا آذن لك بأن تزوجي نفسك بغير كفء، ذهبت وزوجت نفسها بكفء ثم عادت إلى أبيها فرضي، هذا الرضا لا يصحح العقد. ليه؟ لأن العقد غير نافذ غير صحيح بالأصل. قال لأن العقد وقع باطلا، والباطل لا تلحقه الإجازة، وإنما تلحق الصحيح الموقوفة، الإجازة تلحق الصحيحة الموقوفة، يعني أنا هذا الجهاز لي، أنت بعت هذا الجهاز لزيد صديقك، قلت والله فلان الشيخ فلان عنده جهاز جميل وظريف، ما رأيك أن أبيعك الجهاز؟ بكم تبيع الجهاز؟ بمئة درهم. هذا العقد صحيح ولكن موقوف، وأنت فضولي، أنت فضولي في هذا العقد، فأخبرت أنا بأن زيدا باع الجهاز لعمر بمئة وأنا اشتريته بخمسين، فقلت هو موافق صح العقد، نفذ العقد، فقلت غير موافق بطل العقد. فإذا وإنما تلحق الإجازة العقد الصحيح الموقوف، وهذا العقد تزويج البالغة نفسها بغير الكفء بدون موافقة ورضا الولي العاصب وقع باطلا، انعقد باطلا فلا تلحقه الإجازة. وقال الإمام الشافعي والإمام مالك لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا، يعني حتى الأم لا تملك أن تزوج ابنتها، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، نكحت يعني زوجت نفسها، نكحت يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها، هكذا اضبطها نكحت، اضبطها نكحت، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقوله أيضا لا نكاح إلا بولي، وهذا صريح في ذلك. ودليلنا
أنها تصرفت فيما يصير حقها، وهي من أهلها، من أهله، من أهل التصرف، وهي أهل لأن تتصرف في حقوقها. ليه؟ لما كانت أهلا؟ قال لكونها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولهذا كان لها التصرف في المال، بأن تبرئ زوجها من المهر مثلا. إبراؤها له صحيح وجائز، ولها اختيار الأزواج، يعني الأب عرض عليها زيدا وبكرا وعمرا، لها أن تختار، لكن على وجه، ولها اختيار الأزواج، لكن على وجه لا يلحق العار للأولياء كما تقدم، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنتسب إلى الوقاحة. يعني هذا سؤال، هذا جواب، وإنما يطالب الولي بالتزويج، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو السؤال المقدر، يعني إذا كانت المرأة قد تصرفت في خالص حقها، إذا كانت المرأة قد تصرفت في خالص حقها، أو لها أن تتصرف، إذا كانت المرأة لها أن تتصرف في خالص حقها، لما يؤمر الولي بتزويجها؟ الجواب كي لا تنتسب إلى الوقاحة، لأن الأصل في المرأة أنها تستحي من الخروج، الأصل في المرأة تستحي من الخروج إلى محافل الرجال لتباشر العقد بنفسها، لأن هذا الفعل يعد وقاحة منها، يعد وقاحة منها، هذا في العرف الماضي. أما الآن صلاة المرأة بعشر رجال، المرأة الآن في هذا الزمان تقول لرجل اجلس في البيت وأنا أفعل كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انقلبت المفاهيم وذهبت الأخلاق وتلاشى الدين. لذلك أقول دائما إذا ذهب الإسلام من بين الناس فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. صارت النساء في الأسواق والمتاجر والمحلات أكثر من الرجال، أكثر من الرجال. قال والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله، كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه، وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه. وذكرنا أحبابنا نحن هذه المسألة قبل قليل في ذات الدرس، أن قول سيدي أبي حنيفة على العين والرأس وعلى التعظيم والإجلال والتكريم، ولكن لا يفتى به في هذا الزمان لفساد أهل هذا الزمان. قال ويدل عليه، يدل على قولنا، على قول سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها. من هي الأيم؟ قال وهي من لا زوج لها، من لا زوج لها، وهي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا. فإن ذلك فيه حقان، حقه وهو مباشرة عقد النكاح برضاها، حق الولي مباشرة عقد النكاح برضاها، وحقها وقد جعلها، جعل الشارع، وقد جعل الشارع المرأة الأيمة، الأيمة وقد جعلها أحق منه، ولن تكون أحق، لن تكون الأيم أحق بحق التزويج من وليها إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه. وهذا الحديث متفق عليه، والحديثان المتقدمان، يعني أجل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، والحديثان المتقدمان ضعيفان،
أو مختلف في صحتهما فلا يعارضانه، فإن كان كل من الكبير والكبيرة رقيقين ثبتت الولاية لمالكهما بالاتفاق، ثبتت الولاية لمالكهما بالاتفاق. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. الله.